احنا مش بس هنصنع مقاتلات الرافال الفرنسية في مصر، لا ده احنا عملنا مدرسة في حلوان لتدريب الطلاب على صناعة الطائرات المقاتلة، وده بإشراف من شركة داس رافال الفرنسية اللي بعت 3 خبراء للمدرسة، وده امر في منتهى الاهمية عشان يبقى عندنا كوادر بشرية مدربة على صناعة الطائرات الحربية. اما من ناحية تصنيع المقاتلة في مصر، انا مش بتكلم على كلام على ورق، لا ده في اجزاء فعلا بتتصنع دلوقتي في المصانع المصرية، وتم عرض بعض من الاجزاء دي في معرض ايدكس 2023 السنة دي، وكل ده حسب رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللي هو مختار عبد اللطيف.